اولا معكم الاستاذ الياس الحرج عن التنسيقيه الوطنيه للاساتذه المستبرزين. تنقدموا الشكر لموقع جود على المواكبه ديالو المستمره لنضالات الشغيله التعليميه وكذلك لجميع المشاهدات والمشاهدين عن طريق هذا المنبر الاعلامي. كان السؤال حنا هناك كنشوفوا اساتذه اللي قبلوا بهذا 1500 درهم ولكن حنا مع الاسف اللي كنعيشوا معاهم وكنتقاسموا معاهم المهام ديالنا والخدمه ديالنا وترفض الخبز كما تنقولوا ما شفنا حتى شي واحد قبل بهذه المهام. نساء رجال التعليم رفضوا رفضا كليا هذه المخرجات ديال 10 دجنبير. علاش؟ لانهم واعيين نساء رجال التعليم بان هذه المخرجات ما هي الا تقزيم لمعركتهم النضاليه. لا يمكن نحصر معركه التعليم في 1500 درهم. حتى اذا قلنا انا تستجيب للمطالب زعما الماديه، المطالب الماديه اللي خرجوا بها نساء ورجال التعليم راه ماشي هي 1500 درهم، هي اعداله اجريه مع باقي القطاعات. اين هل السؤال المطروح للعموم والمسؤولين خصوصا، هل 1500 درهم التي اضيفت لنساء ورجال التعليم قادره على تقليص الهوه الاجريه بين قطاع التعليم وباقي القطاعات، خصوصا في ظل ما نسمعه من زيادات مهمه اللي غتكون في باقي القطاعات. لذلك حنايا ما بغيناش نعاودوا نخلقوا الحادث والاحتجاجات وغير ذلك كنساء ورجال التعليم من اجل عداله اجريه اخرى. نريد ان نحقق العداله الاجريه اليوم بما يكفل كرامه نساء ورجال التعليم ويعيدوا مكانتهم الاعتباريه في المجتمع. هذا هو المطلب ديالنا. ونقول ان اذا كنا كنهضروا على هذه الزياده خاصها تكون واحد الزياده اللي هي معقوله في هذا الاطار، وهي من حقنا كنساء ورجال التعليم في اطار هذه العداله الاجريه. راه ما يمكنش باك بلس 4 في التعليم كتساوي لنا يمكن حتى حشومه نقول لك ان شي واحد حامل البكالوريا راه بحال ولا اكثر منك كاع باقي القطاعات. هذه المساله اللي هي مقبوله تماما. فيما يخص معركه نساء ورجال التعليم نريد ان نؤكد عاوتاني مره اخرى باش ما يكذبوش علينا، حنا ما خرجناش من اجل الدراهمات، من اجل ما هو مادي فقط، حنا خرجنا من اجل الكرامه نساء ورجال التعليم وصون المدرسه العموميه. وعندما نتحدث على كرامه نساء ورجال التعليم هو من بينها هذا النظام الاساسي ديال وزاره التربيه الوطنيه اللي هو انه هو العقد اللي كيربطني مع من؟ مع الوزاره الوصيه. هو العقد القانون اللي كينظم العلاقه الشغليه داخل المنظومه التعليميه. كيف نقبل على عقد شغلي انه يكون مبهم ما فيهش عدد ساعات العمل؟ واش كاين شي واحد غيقبل؟ المغاربه كاملين اقولها، واش كاين شي واحد غيقبل يجي يقول لك اجي تخدم بدون ان يعني يحدد لك كم تشتغل من ساعه في اليوم ولا في السيمانه ولا في الشهر؟ واش كاين شي واحد غادي يقبل انه يجي يقول لك اجي تخدم بلا ما يحدد لك شنو غادي دير في الوظيفه ديالك وفي المهام ديالك؟ ولا اكثر من ذلك يعطيك مهام اللي هي لا تمت بصله لا معك ولا مع التكوين ديالك، ومهام اللي كيديروها اطر اخرى. وراه هادشي اللي وقع لنا في التعليم. الماده 67 كتقول لنا اجيو تخدموا بواحد المهام ماشي ديالنا، ومهام اكثر من ذلك مبهمه. عطاونا مهام ديال اطر التفتيش، عطاونا مهام ديال الاداره التربويه، عطاونا مهام ديال التوجيه. وشكون غادي يدير التدريس الا غندير انا هادشي كامل؟ شكون غيدير التدريس؟ شكون غيقري ولاد الناس؟ اصلا حنايا ونركزوا على التدريس ما كايناش جوده كبيره، وهادشي اللي التقارير ديالهم اللي كيقولوها. فما بالك الا شتتي لي التركيز ديالي وعطيتيني مهام اخرى واتقلتيني بهذه المهام، كيفاش اؤدي وظيفتي؟ بالله عليكم كيف اؤدي وظيفتي وحنا تنصبوا لواحد الجوده في التعليم؟ ما يمكنش هذه المساله. راه حنا وصلنا لا سبيسياليزاسيون شحال هذه دزناها في الانظمه ديالنا الشغليه. انت جيتي عاوتاني بغيتي ترجعني لما هو عام، وفى بالله عليكم اما هذا العبث. بل اكثر من ذلك كتقول لي ان الوزاره الوصيه عندها الحق ان تزيدك اي مهام اخرى. غدا غادي يقول لنا نوضوا شطب المؤسسات، غدا غادي يقول لنا كذا، وبالتالي اي تقبع عندهم في هذه الوزاره رجل النساء ورجال التعليم هيئه التدريس بخصوص هما اللي غادي يبقاو يسدوها. ما نقبلوش هذه المساله علينا لانها تحطم الكرامه ديالنا، ولاننا كنساء ورجال التعليم اول من يدافع عن الحقوق ديال الشغيله في جميع الجمعيات وجميع النقابات. حنا غادي نرجعوا كنقبلوا بعقود الادعان بحال هكا، وكيقبلوهم علينا النقابات ديالنا مع الاسف. النقابات ديالنا كيقبلوهم علينا. بل اكثر من ذلك هاد النساء ورجال التعليم لا يقبلون بانك دير معهم واحد العقد ديال شغلي ما فيهش حتى ساعات العمل. الماده 68 تتقول لنا ان الوزاره الوصيه هي من ستحدد ساعات العمل. على اي اساس؟ راه انا عقد شغلي كتجي كتقول لي غتخدم قدا وقدا، وغادي واش غتخدم قدا وقدا غتعطيني واحد ساعات العمل مقابل ديالك العمل ديالك ومقابل الاجر ديالك. انت كتحدد لي ساعات العمل، بل اكثر من ذلك
كتحايل عليا وكتقول لي ان الوزاره الوصيه هي اللي غادي تحددهم. بل احنا جينا نقولوا اننا لن نقبل بنظام اساسي غير محدد ساعات العمل. وفاش نقولوا ساعات العمل تنقولوا 18 ساعه في الثانوي التاهيلي، تنقولوا 21 ساعه في الاعدادي، تنقولوا 24 ساعه في الابتدائي. هادو هما ساعات العمل اللي كنعرفوهم. فيما سبق كنا كنشتغلوا اكثر تضامنا مع بلادنا، وبغينا بلادنا تعترف بنا، تعترف بما قدمناه من تضحيات، لان قدمنا كثير للمغرب. رسالة رجال التعليم هما المؤطرين في الجمعيات، هما المؤطرين في الاحزاب، هما المؤطرين في النقابات. وفي التالي الوطن ديالنا تيجازينا باش مع الاسف بتكريس المظلوميه ديالنا والحقد ديالنا. انا ما ماشي معقول ان نساء رجال التعليم ارفع من ذلك. وبالتالي ما نريده هو واحد نظام اساسي واضح المعالم، كما نطالب واحد نظام العقوبات يتماشى مع المنظومه التربويه. انت عطيني نظام عقوبات محسوح على جميع الاحتمالات وما فيهش حتى واحد المماثله في العقوبه. تنقولوا واحد الى سرق مليون كنعطيو هذه، هذا كيقول لك العقوبات بدون ان حددت مماثله ديال الفعل مع العقوبه التي تلزمه. هذا خلق قانوني. هذا حنا بغينا هذا العمل. فاش قلنا انا نظام عقوباتي خطير هذا الشيء، وبغينا واحد نظام عقوباتي ما كيشردش نساء ورجال التعليم. ماشي واحد السيد خطا ولا ارتكب واحد الخطا مهني غدا ولا بعد غدا ندير له توقيف ديال العمل وتوقيف الاجره. بالله عليكم شنو مصير وليداته؟ شنو مصير وليداته عفوا؟ شنو مصيره هو؟ التشريد. واش كاين شي عقوبات كتشرف بنادم ولا كتأدب بنادم؟ حنا راه حتى في المؤسسات السجنيه كنحاولوا نديروا لانتيغراسيون ديال السجين والمجرم في المجتمع. انت بغيتي هذا السيد خطأ مهني شنو دير له؟ تشردوا. هذه المساله مرفوضه، الله يجازيكم بخير. راه كضرنا في خاطرنا الانحدار برتبتين. حنا راه باش كنطلعوا رتبه راه خاصنا 3 سنين ديال الخدمه، يعني رتبتين 6 سنين. واش شكون هي الجريمه اللي غيدير هذا الرجل التعليم اللي ضرب له 6 سنين في حياته في الزيرو؟ وبالتالي حنا عندما تحدثنا العقوبات، وهذا مع الاسف هو المشكل علاش كنرفضوا هذا النظام الاساسي وكنرفضوا حتى هذه الحوارات. حيت غيبات الحكومه، غيبات شغيله عن عن عن, عن, عن المفاوضات. سمعوا ان الشغيله كيحتجوا العقوبات، شنو داروا؟ ردونا الى عقوبات اخطر، وهما واعون بان عقوبات اخطر هي العقوبات اللي كاينه في النظام الاساسي للوظيفه العموميه. حنا بغينا عقوبات تقدميه ماشي رجعيه، الله يجازيكم بخير، وتقدميه فيما يرقى الانتظارات الشغيله التعليميه. هنا كذلك فاش كنجيو كنهضروا على هذه المخرجات، اين محل التلميذ المغربي منها؟ فين كان التلميذ المغربي؟ حنا بغينا الوزاره الوصيه فقط تجاوبنا. وليداتنا اللي ما قراوش هذه شهرين راه كيتقطع قلبنا اتجاههم. هاد وليداتنا هادو، ما هي الصيغه التي ستعتمدون عليها من اجل اجتيازهم الامتحانات الاشهاديه وولوجهم للمدارس العليا؟ هذا الشيء اللي بغيت الاباء يبقى يقولوا، هذا الشيء اللي خاص انا كاب تسول راسي عليه. ماشي شكون هذا، واش كيدافع على حقه ولا ما كيدافعش على حقه. انا كنطالب غير بولدي نعرف شنو غيتدار معاه. واش غادي هاد الوليدات غنخليهم يكون واحد الميز ضدهم لصالح التلاميذ ديال الخصوصي؟ واش غيدوزوا امتحانات بحالهم بحال الخصوصي؟ واش غيدوزوا مباريات الولوج بحالهم بحال الخصوصي؟ حنا ولا غتجي تقول لنا نديروا لهم نقريوهم داك الشيء ديال 10 شهور فاش في 8 شهور؟ واش غادي يكون هذا الشيء بحاله بحال الخصوصي كذلك؟ واش ماشي ميز في حق وليداتنا؟ بالتالي نطالب بهم باش ما يزيدونا، ما يسولوا فينا دابا حنايا وحتى حاجه. على في اطار ما هو المعركه راه ماشيه، بغيناكم تخرجوا لنا غير واحد القرار هذوك الوليدات يريحهم، يقول لهم ما هي الصيغه التي سيتم اعتمادها. وما تقولناش غيعتمدوا الدروس ديال السابقه ديال الدوره الاولى، لان الدروس اعتمدتي الدروس ديال الدوره الاولى راه بحال هذاك التعليم التلميذ في الخصوصي غيقراها جوج مرات. وبالتالي دائما غيكون متميز ولا مميز مقارنه مع التعليم في العمومي. حنا بغينا واحد العداله حتى لوليداتنا. بل اكثر من ذلك، الحوارات ديال الحكومه مع النقابات لم تجب على الملفات الفئويه، ومنهم الملف ديالنا حنا الاساتذه المستبرزين اللي فيه مظلوميه كابناء الشعب المغربي. حنا قرينا وخدينا بكالوريا بنقط عاليه ولجنا لجنا اقسام تحضيريه، والناس كلشي كيعرف شكون هما الاقسام التحضيريه. ومن بعد نجحنا في الاقسام التحضيريه ومشينا درنا سلك التبريز 3 سنين في واحد السلك اللي نقول لك من اصعب المسالك ديال التكوين في البلاد ديالنا وعلى المستوى الدولي. هي 5 سنين مورا البكالوريا، وبالتالي لا تعترف بمسار المهني المسار الاكاديمي، وما كتعترف بالمجهودات اللي قدمت، وكتضربني في مقتل وتقول لي بلي شهاده نهايه التكوين، شهاده العز والافتخار ديالي اللي صارت عليها ليالي. كتقول لي ان هذه الشهاده لا تساوي شيء.
هذه الشهاده هي اللي عطاتني صفه استاذ مستمر التي تريدون قتلها وقبرها، واللي خلاتني انني ندوز مباراه تبريز. هذه مباراه تبريز شهاده كتخليك تدوز مباراه تبريز مع حاملي شهاده العليا من الماستر مهندس دوله وحاملي الدكتوراه، وهذه الشهاده هذه فحدتها لا تعادل الماستر. اي منطق هذا؟ اي منطق؟ عطونا المنطق فقط. وكان اكثر من ذلك نساء رجال التعليم فاش كيكونوا كاساتذه مستمرين دابا حاليا في النظام الحالي، راه شنو عندنا؟ ما بقيناش نهضروا على باك بلس 5، رجعنا كنهضروا على باك بلس 7. شكون كيدخل تبريز؟ كيدخلوا له المهندسين، كيدخلوا له تدخلوا حامل شهاده الماستر، وكيدخلوا له خريجين سي جي. وفاش كنمشيو يدخلوا لهاد الوليدات كيقراو عامين من بعد اجتيازهم واحد الكونكور فيه شق كتابي وشق شفوي، وكيقراو عامين وكينجحوا فيها، وكتعطى لهم شهاده نهايه التكوين، واللي حاليا بعض المراكز ما كيبغاوش يعطيوها لهم، حيت عرفوا ان هذيك الشهاده اللي كنفتخروا بها هي واحد الشهاده التي تحرجهم، هي الشهاده اللي كتعطيهم صفه المستبرز وكيدوزوا الكونكور ديال تبريز. بل بالنسبه لنا من بعد ما يدوزوا الكونكور تبريز وما نجحوش فيه، هو راه كونكور راه ماشي كلشي كينجح فيه، حتى المهندسين راه كيدوزوا كونكور ديال الهندسه وما كينجحوش فيه. واش الا دوزتي كونكور ديال المهندسين وما نجحتيش فيه كنحيدوك صفه مهندس؟ واش الا نجحتي دوزتي كونكور ديال الطبيب وما نجحتيش فيه كنحيدوك صفه طبيب؟ حتى حنا ما بغيناش تحيد لنا الصفه ديالنا وما تحيدناش الحقوق ديالنا اللي ركبناها في هذاك المسار الدراسي ديالنا، وما بغيناش تبقى تجي تعيننا بشيل ديس سلم 10 7 سنين ورا الباك. عند من كاينه هذه؟ وريونا شي قطاع نمشيو ليه، غير نقولوا راكم بحالنا نبكيو بجوجنا ما نبكيوش بوحدنا. 7 سنين مورا الباك وتعطيها سلم 10، هذه جريمه في حق الكفاءات المغربيه. يعني من حقي انك تعطيني واحد العداله الاجريه اللي هي سلم 11، هذا هو اللي بغينا، وبغينا اطار ديالنا اللي هو اطار استاذ مصباص، لان المسار ديالنا المهني والمسار ديالنا الاكاديمي يختلف على الثانوي التاهيلي، وبغينا اطار اللي هو كذلك يضمن واحد المسار ديال الترقي والتكوين حتى الاخوان ديالنا الاساتذه التعليم الثانوي التاهيلي بحال الاداره التربويه بحال المفتشين اللي ما كطلبش منهم مباراه خارجيه باش تعطيهم سلم 11. تحياتي.